ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. سحب الجزائري حفيظ دراجي المعادي للمغرب جميع التدوينات والتغريدات التي نشرها على حسابه بتويتر والفيسبوك، والتي تضمنت إساءة واضحة للمملكة المغربية وشعبها وتطاولا على الملك محمد السادس. وكانت هذه التدوينات المسيئة قد تسببت في ردود واسعة من المغاربة بمختلف مشاربهم من إعلاميين وسياسيين ورياضيين ونشطاء على الفيسبوك. كل هذه الردود أجمعت على أن حفيظ دراجي تجاوز الخطوط الحمراء وتمادى في إساءته للمغرب وللمغاربة، وهدد العديد من النشطاء بشن حملة مقاطعة واسعة لقناة بين سبور التي يشتغل فيها دراجي، كما خرج عدد من الإعلاميين المغاربة بهذه القنوات بتدوينات يردون فيها على زميلهم ويحذرونه من التمادي في إساءته لبلدهم المغرب. وراسلت بدورها رابطة الصحفيين المغاربة مدير القنوات في هذا الشأن. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.